وكلاهما جيدان، يعني هنا ليس معيار للمفاضله ده او ده، بس انا هتكلم من ناحيه شويه اصوليه. احترامي للفن احترامي للفن ياتي من تعلم قواعده. انا يعني انا اقوم بهذا الفن فابدا من تعلم القواعد واصول هذا الفن. يبدا الشعر بالاوزان الشعريه، تمام؟ وعندنا 16 بحر يسع كل قول العرب من الاول حتى هذه اللحظه وما بعد ذلك. كان في محاولات لتجديد هذا الامر وخروج عن هذا النسق الشعري اللي البعض كان بيقول ان التمسك بالبحر بيمنع الشاعر من الابداع وما الى ذلك. هذا الكلام طبعا انا ليا راي خاص بي انا، يعني لا الشعر. وهنا احيي برضه استاذ عمر ان هو استاذتنا قالت انا الشعر ده لمسني من جوه. فرد عليها قال ايه؟ لانه هو الشعر ما اشعرك. ودي كان يعني التعريف الاول للشعر هو ما اشعرك. فهو خطفنا كلنا بحسن الاداء وبحسن الالقاء والجمله الشعريه التي تقترب من الاوزان الشعريه المعروفه. لم تصل اليها لكنها اقتربت منها. تمام؟ التعليق هنا استاذتنا يعني محاوله جيده لقول الشعر، ولكن برضه هنا أنا حسيت إن الجمل هي جمل مصرية وليست جمل شاعرة. تقترب من حدود المصر. فهنا برضو يعني أنا لازم أكون برضو فاهم طبيعة الفن اللي أنا بكتب بيه، حدوده إيه؟ قواعده إيه؟ وبعدين اللغة أيا كانت التمسك بقواعد اللغة يضيف للأديب ولا ينقصه شيء. تمام؟ الشعر عند عمر فعلا في حالة اشتباك مع الواقع. جسد لي مفهوم معنوي اللي هو الشعر، وخلاني بشوف الشعر بيتخانق، والشعر بيدافع عن نفسه، والشعر ليه قضيه، ودي حاجه يعني حاجه محترمه جدا. واولت بس الامساك بالاوزان الشعريه. استاذنا علق على وحده الموقف وعلى وحده الانطباق وعلى وحده الهدف، وهي الثلاث حاجات دول هم المؤسسين لاي فن قصه قصيره. يعني الاول ادجار الان بو وما بعده، حتى مرورا يعني يوسف ادريس وخطيب وحده الانطباع ووحده الهدف ووحده الموقف اللي بتسمح زي ما استاذنا قال بعدم تعدد الشخصيات للتشتيت. القصه القصيره في تعريفها هي بتطلع زي ضربه الرصاص رايحه الهدف، بالمعنى بالكلمه ما اقدرش احذف منها كلمه والا هحس ان هذا العمل في خلل. تمام؟ فيعني انا بحييها لان هي ادت القصه القصيره واقتربت من هذا المفهوم التقليدي للقصه القصيره اللي الناس كلها يعني تعرفها. استاذتنا هنا انا ليا بقى تعليق، هي خايفه لا افهم انا غلط، فعماله تضيف حاجات وحضرتك حطيت ايدك برضه عليها لما قلتيها بالتعريف الزياده عن اللزوم في النوع العرق. ولو ان قد يكون هي ليها شقين، اترك لي انا مساحه للتخيل ومساحه للتفاعل، وسيب لي مساحات انا اتحرك فيها، لان الادب ما تخافش عليا، يعني انا كمتلقي ما انا مش صغير، خليني انا اشاركك في انتاج الدلاله اللي انت عايز تقولها. تمام؟ فانا بحيي يعني انا يعني احنا بنحييك.